يثار الجدل بين الحين والآخر بشأن العمالة المصرية في الكويت، وذلك بسبب أن المصريين من أكبر الجاليات العربية في الكويت. سيد عبد العال عامل ديليفري مصري يستخدم دراجة نارية لتوصيل وجبات الطعام داخل الكويت. في أحد الأيام اصطحب عبد العال زوجته وابنه على متن دراجته كونه لا يمتلك وسيلة أخرى للتنقل، لكنه تفاجأ بأحد الأشخاص يطل عليه من نافذة سيارته ويقوم بتصويره. تفضل، هذا شوف شو مسوي. يلا، دول بتاع الطلبات، ها؟ هذا بتاع الطلبات، هو وزوجته وبنته، شوف، ولا ولده. إيه في إيه؟ حاول عبد العال بعدها المضي في سبيله، إلا أن سائق السيارة استمر باللحاق به وتصويره بهاتفه. طالع. بتصورنا ليه؟ هكذا أعرب عبد العال عن انزعاجه من إصرار صاحب السيارة على تصويره، وكتب في تغريدة: هو عمل كده ليه؟ هو عارف ظروف الناس إيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. مشاهدينا، كثيرون على مواقع التواصل طالبوا محاسبة المصور بتهمة الاعتداء على خصوصية الرجل المصري عبد العال. أبو متعب يقول: شخص ماشي في أمان الله في حالة، تجي أنت يا سخيف يا متنمر تتحرش فيه وفي أهله، وإيش قلة الأدب هذه؟ وليت يقاضيك هالمصري عشان تعرف أن الله حق. أنوار المضاحكة تقول هنا مغردة: اللي صور ما بينه وبين السائق شيء شخصي، هو انتقد سلوك غريب على مجتمعنا، وهو أنه رب أسرة يعرض حياة أسرته للخطر. الأسرة هذه مغتربة، تركوا دولتهم وأهلهم عشان رزقهم مو عشان يموتون بحادث. جوبا تكتب في هذه التدوينة: يا أخي تقدر تبلغ عليه، بس تلحقه وتصوره فوق ذا تستخف دمك بطريقة صبيانية. لو فيك خير وقفة أو أعرض عليه المساعدة بتوصيل الأطفال على الأقل. حساب العملاق الأبيض يكتب هنا: المصري اللي مركب أهله يتحمل تصرفاته، والحكومة إذا تبي تخالفه، لكن المصور اللي جرح كرامة الرجل وصغره قدام أم عياله وقدام ولده ويمكن تكون له آثار في مستقبل حياتهم وفي نظرة زوجته وولده وولده له، من يجبر كسره ويرجع كرامته؟ يبدو أن طلب جبر خاطر ومساعدة العامل المصري وصل إلى أبعد من حدود الكويت لبعض المقتدرين، فقد وعد رجل الأعمال عبد الله الشهري من السعودية بإهدائه سيارة. يقول السيد عبد الله الشهري: عظيم الشكر والامتنان للمشاعر الأخوية والإحساس بالمسؤولية الاجتماعية لكل من أراد المشاركة في الهدية المقدمة للأستاذ سيد عبد العال من أفراد وشركات اتصالات أو بنوك أو وكالات سيارات، سواء من الرياض أو من الكويت، أما بالمشاركة أو بالرعاية. شكرا للجميع، وسوف نعلن الترتيبات قريبا. أما من داخل الكويت فقد كتب الإعلامي الكويتي جابر المرد، يقول: لا يوجد شخص إلا وتابع هذا المقطع لهذا الوافد المسكين الذي تم التشهير فيه بدون سبب، فقط حقدا وكراهية وتشهيرة كما يقول، وهذا رأي جابر المرد. لكن أعلن أنا، من يعرف هذا المصري أو يعرف المكان الذي يشتغل فيه، سأدفع تكاليف أتعاب المحامي ولن أجعل المظلوم يتنازل. والكلام هنا لجابر المرد. ولكن مشاهدينا، معنا عبر خدمة سكايب من الكويت عامل التوصيل المصري سيد عبد العال. مرحبا بك سيد عبد العال. هؤلاء بعض من الأشخاص الذين قالوا أنهم يسعون لجبر خاطرك، هل تم ذلك بالفعل؟ تم بالفعل. أستاذ عبد الله كلمني وقال لي: يا سيد ما يهمكش، وإحنا ما يرضناش الكلام ده، وبعد أسبوعين إن شاء الله هجيب لك إن شاء الله هديتي لحد عندك، اللي هي مكافأة سيارة جبر خاطر لي. وتواصل معايا على الواتساب قال لي: يا سيد ابعت لي الباسبور بتاعك عشان
اكتبها العقد بينك النهارده عشان وبالنسبة للشخص بكره الثاني، الصبح. بالنسبة للشخص الثاني الذي قال أنه سيوكل محامي أو سيدفع أتعاب المحامي، هل بالفعل أنت ستمضي في هذا الطلب بمحامي وقضايا وما إلى ذلك؟ انا لازم اعمل القضيه لان انا اول مره، يعني انا بقالي 13 سنه قاعد في الكويت، يعني الحكومه المصريه الحكومه الكويتيه طبعا حكومه محترمه جدا، ومتجوز بقالي 6 سنوات اهو، والحكومه الكويتيه بتساعدني وبتفسح لي الطريق، بتقول لي محتاج حاجه محتاج شيء. فانا مستغرب ان الاخ يعني صور لي كده، ومراتي رجعت زعلانه جدا وبتبكي، بقول لها بتبكي ليه؟ بتقول لي ليه صورنا؟ احنا عملنا ايه؟ احنا ذنبنا ايه؟ احنا ذنبنا ان احنا ما عندناش يبدو طيارات أنك تعيش في او احنا الكويت مساكين. بالفترة كما تقول مدة 7 سنين على ما أعتقد، هل ايوه تعرضت على حادث مشابه؟ وبنفس الوقت يعني هل عمري قالوا لك كله. إيه هي السيارة اللي حيهدوها ليك؟ نعم؟ قالوا لك إيه هي السيارة اللي حيهدوها ليك؟ إيه موديلها؟ لا هو ما قاليش بالظبط الموديل ايه، بس هو متواصل معايا بيقول لي يا سيد ما تقلقش من حاجه، وان شاء الله يعني ربنا كريم وهنجي لك بنفسنا لحد الكويت لحد عندك. طيب فانا بقول له وبالنسبة جزاك الله خير. للتعرض لموقف مشابه في السابق؟ لا في السابق ما فيش تعرض ليا، بس هي المره دي انا اول مره اشوف واحد يتعرض لي كده بالاساءه الخطيره دي. طب فانا كنت نايم، والصبح قمت كنت رايح انا وزوجتي مشوار الى السفاره، ففوجئت ان واحد بيجري ورايا وبيضايقني انا وزوجتي، فبقول طيب له في ناس، بتصورني ليه؟ نعم، يعني أنا مش عايزة أقطعك بس عشان الحوار يعني زمنه قصير. في ناس على تويتر بتقول إنك أنت بتعرض مراتك وابنك للخطر إنك تاخدهم على ظهر دراجة. ماشي، ما الظروف ما تحكمش ان انا اركب تاكسي ان انا اروح واجي فيه، وكمان الباص كان متوقف هذه الايام، ما فيش باصات، يعني ما فيش غير الوسيله الوحيده اللي انا اقدر اركبها الموتوسيكل بتاعي انا وزوجتي وابني الصغير سيد 5 سنوات. عبدالعال أشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا في ترندنج، عامل التوصيل المصري تحدث لنا من الكويت.